السلام عليكم متابعين الاعزاء، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، ربي يحفظكم. وياكم حمد بعوده قويه ان شاء الله للفلوقات. صار لي اكثر من سنه ما مسوي لكم فلوقات، فان شاء الله رجعنا وبكل قوه على الفلوقات. واليوم عندنا استعراض فريق الاعدام وفريق كامارو، اليوم نار وشرار. طبعا ساعه 7:30 فلازم خلينا ننطلق. اكيد كوب القهوه. طبعا اكيد الشغله الحلوه اللي تصير بعد الفطور انه الشوارع فارغه، تقدر تدوس براحتك، تقدر تمشي براحتك، تشرب القهوه على راحتك حبيبي والله. اول شيء راح نروح الحماقي. اللي ما يعرف حماقي هو ملك التصوير الفوتوغرافي، مع كل حبي واحترامي لبقيه المصورين. وطبعا جايب له هديه بسيطه، خلي نروح له ونشوف ايش راح يصير. خلي شوي نسمعكم صوت التيربو. اسمع اسمع حبيبي والله. طبعا وصلنا البيت حماقي، بس لازم اروح اسوي الفيتبام عندي، لانه اعتقد الطوافة عطلانة. يعني السيارة صار لها 3 ايام منفولها بنزين واستخدمها، اليوم الثالث وشفت شلون دادوس بالسيارة، حد الان العداد يقرا فول، فلازم اروح نسوي الفيتبام. عندي مشكلة بالفيتبام. طبعا اكثر شيء عندي اكره الانتظار، اذبحني ولا انتظر احد. اعطاني رفض، جاي بالطريق يعني. يلا عاد فضها فضها، راح مدينك فضها. واخيرا ما مبين ضحكتك. صدق؟ والله ما مبين. شلونك حياتي؟ اصبر اصبر، قبل لحظة قبل ما نجي نروح للاستعراض عندي هدية لك. لا الضوء عالي. لا مبين ضحكتك. تعال عندي هدية لك، ولو هدية بسيطة يعني. لا تقول سويتش السيارة. تفضل. لك عوش ألمانية؟ ألمانية. عوش دبلت هدايا اليوم. لك عوش. وين تليفونك الجديد؟ لك عوش قديرة والنبي. لك عوش. زد فولد؟ لا مو زد فولد، فليب. لا فولد هذا. فولد؟ فليب يصير صغيروني. ألف 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 عافية. مبارك فيك، شكرا. اليوم شنو أنت؟ اليوم ملك الطقوق. يلا استعجل، ترى صار لي إيش قد منتظرك؟ مبين الضحكة؟ مبين. كل شيء ما اريد. ليش تسوي؟ كيف؟ انت بلعبي، قول لك لا تجيب لي شيء. لما الحماقي يروح يجيب التايجر، اعطوني رايكم سقف الروز رايز حلو ولا ارائكم؟ اغير لونه خليه نفس اللون. انا اشوف وضعهم كلش حلوه السياره. شد زحمه. عيب اصور هنا. عيب خلاص اضحك، اخرب عليك. هاي شنو؟ هاي شنو مدللنا انت والله؟ حمودي جديات والله. لا جيبه لا بس والله جيبه. قاعد حمودي والله جيبه. طب تكلم بخشمي والله جيبه بس جيبه حمودي. انا احب هاي جيبه. ماكو انت اعطيتني هاي خلاص. ما اعطيك هذيك. لا تعطيني، ما اريد هذيك. اول بنزين يعني مثل ما قلت لكم قبل شوي العداد اقرا غلط. محسن وين؟ محسن هذا محسن. حبيبي والله. شارجر بي ام. ايه اخوان ان شاء الله. بس الامريكان ايش عندكم جايين حبيبي؟ اليوم المانيا يا ولد. ايش عندكم جايين؟ تعال هذا ولا ذاك ولا ذاك، شكو جايين؟ اليوم يوم الالماني. والله شكو جايين؟ لا ايش فيك اليوم كمان بغداد همين؟ صدق؟ والله. بس يجيكم احمد زهرة. لك عاش.
ارجع ارجع ارجع. Thank you.
الفارق. وشيك بطل you
والله بطل ابو الشيك. حسن حماده اسمع السكاريف. صور مهدي حبيبي معك الكاميرا اليوم بالتليفون. اسمع اول اوباما كلايزلر
ايامها الحلبوسي. Yeah.
الحمد لله وشكر خلاص الاستعراض بخير وسلامة. حبيبي والله استمني تقول بخير وسلامة. بخير وسلامة. يصير قدامك سطل. باكل آخر وسلامة. لهنا تخلص التغطية. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. كتبوا لي بالتعليقات تحبون اسوي لكم هيك فلوقات احكي بيها يطلع لكم بيها بالبدايه لو تريدون بس مجرد تغطيات. اهم شيء لا تنسون اللايك الاشتراك تفعيل جرس الاشعارات وانتظرونا بكل الاستعراضات ان شاء الله نحاول نغطيها لكم بشكل كامل. كان معكم محمد مع السلامه.